النتيجه خاصه انه الشوط الثاني دقيقه كان دون المطلوب، لانه الشوط الاول عملنا 45 دقيقه محترمه سجلنا فيها الهدف خدينا المسؤوليه. الشوط الثاني خاصه في اخر المباراه هدف على اثر خطا قل التركيز كلفنا 3 نقاط، يظهر لي ما نستحقوش الخساره اليوم. اقل حاجه كنا نجم نخرج نقطه التعادل. يمكن جاتنا يعني كفران على التسجيلات الاخرانيين تاع بدر قبل ما يسجل فريق المنافس الهدف، كنا نجم نخرج بثلاثة نقاط. اكيد ارتكبنا اخطاء قاتله، مطالبين بتعديل الاوتار. الملاعبين جدد مازالوا ما دخلوش المجموعه كما يلزم، خاصه على مستوى الاوتوماتيزم، سواء ادي لاعب نيجيري او حتى زمراوي بوشتا، وان شاء الله نشوف اللاعبين الاخرين في داعم. نتاسف اكيد جماهير الهلال على الهزيمه هذه، ان شاء الله موضوعهم نحسنوا من انفسنا وخاصه نتفاداو الاخطاء اللي ارتكبناها، ومطالبين كل واحد يراجع حساباته واللاعبين كل واحد زاد يقدم احسن ما عنده، واحنا كاطار فني نفس الشيء نعدلوا الاوتار تاعنا. التغييرات احنا قمنا تقريبا بتغييرات هجوميه، يعني خاصه تغيير بوست بار بوست، سواء نجم دخل مكانه بوغرس، ثم فيما بعد الزبرة الحيمود دخل مكان انس، حاولنا نعطيه اكثر نفس هجوم خاطر كنا نلعبوا بدو بيفو دونك ولينا هذاك سول بيفو. الزمراوي نفس الشيء، معناتها بعد خروج لاعب نيجيري لعب هو تحت لاتاكون ولا الحتيمي، معناتها مهاجم صريح. دونك التغييرات يظهر لي كانت هجوميه، ما عملنا حتى تغيير دفاعي وما حاولناش نتراجع لورا، لكن كما كنت نحكي لك بتاتر الفريق المنافس تشبث ايضا بالنتيجه، ما نستاهلوش الخساره اللي نتاسفوا الجماهير اللي عملت الديبلاسمون وبقيه الجماهير اللي يستناو في نتائج ايجابيه. ان شاء الله نعودوا في خادم الجولات نحسنوا انفسنا ونعطيو اقصى ما عندنا في محاوله لتفادي معناتها الاخطاء خاصه اللي ظهرت اليوم.